فقرتنا الصحية يمكن كثير مهمة، كثير من الناس اللي عم يتابعونا في كثير نسبة مصابة بمرض السكري. اليوم رح نحكي على النظام الغذائي الصحي المتوازن، قديش هو من العوامل اللي بتأثر بشكل كثير كبير على القدرة بالتحكم بمرض السكري، وخاصة عند الشباب، سكري الشباب. لنحكي عن الموضوع أكثر معنا أخصائية التغذية الدكتورة سواد الغبرة. يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا رب. اهلا وسهلا. صباح الخير دكتوره، وان شاء الله هيك عرضيه. ان شاء الله انتزعت سياره الدكتوره، وقفت قبل بثواني، فبنقول يلا ان شاء الله هيك خير. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. دكتوره، خلينا هيك نتعمق اليوم بحديثنا ونحكي عن الغذاء الصحي والصحيح لمرضى السكري. يمكن كثير بيقولوا كلوا هيك ما تاكلوا هيك، بعدوا عن هيك، قربوا من هيك. خلينا نحكي بالتفاصيل اكثر. هلا ما شاء الله صارت الثقافة العامة كثير في وعي، صار في عندك يا تناقل معلومات، بس المشكلة انه بهالفترة في معلومات عم الغلط عم تمشي مثل الصح. يعني الافكار كثير ما عاد صفي في مرجعية نعرف نسأل انه هاي المعلومة صح ولا لا. كل واحد نظريته، كل واحد قصصه، لكن انا على المدى الخبرة الطويلة بقصة التعامل مع الغذاء الصحي لقيت حتى الاجسام هي كتالوجات، يعني ما يكون صحي لإلي ممكن ما يكون غير صحي لغيري. فهذا الشيء لازم الانسان يختبر جسمه على المدى الابعد، بصير عنده خبره بجسمه، شو اللي بيحرق معه، شو اللي ما بيحرق، شو اللي بيناسبه عندك ياك، شو الامراض الوراثيه بعائلته، كيف هو ينتبه يعمل عندك يا فرمل الاشياء معينه دون اشياء اخرى. فهي الامور هي كلياتها بصير الواحد وقت هو بيدور على المعلومه الصح باذن الله بيلاقيها. هلا اهم شيء عندنا يا بالنظام الصحي الانسان انه هو يحافظ على وزن مثالي لانه هلا بغض النظر انه انسان مثلا عم يزيد عنده يا بالاستقلاب الزمني، كل 10 سنوات انسان بيزيد 3 كيلو 4 كيلو ما اشكال، لكن ما يخلي حاله اذا ما عم يعرف ينزل وزنه انه ما يخلي حاله يزيد. هلا انا اذا ما كان عندي يا قدره انه انا اتابع ريجيمات وانظمه وهالقصص، انا بقول له لا المريض تبعي انه لا، انك ما عم تعرف تنزل لا تطلع، لانه كل كيلو فوقه حيكون بسمار كبس للكيلو اللي تحت منه. هي اول نقطه. النقطه الثانيه اني انا مو غلط اني اعمل خطه انه كل شهر نزل كيلو، مو ضروري بريجيمات، باي حركه معينه انا بعرف اكله معينه ممكن تنزلني، انا بعرف حركه معينه ممكن تنزلني، انا بعرف اني اذا قطعت هالوجبه ممكن تنزلني. في ناس اذا قطعت وجبه الفطور بتنزل، في ناس اذا قطعت وجبه العشاء بتنزل، في ناس بتفكر انه مثلا انا العشاء الصحي انه انا لازم الغي الاكل، مو لكل الاجسام هي. يعني انسان عم يشتغل من الصبح للمساء ولا لقمه فايته على جسمه ونظام حياته هيك عمله، تيجي تقولي له قطع العشاء، لكن فيك تقولي له قطع الخبز من العشاء. في اشياء هو حسب الانسان ما يصير عنده اياها، بيقدر ممكن يتحملك نظام حياته يوم يومين، بعدين بيصير انه وقت بتعطي حلول غير مستحيله على مستحيله التطبيق، الافضل ما تعطيها. يعني هي الامور هي اذا كان الانسان منطقي وواقعي مع حاله هون بينجح. هي عم نحكي فعلا يمكن للنظام الغذائي للجسم السليم، بس اذا بنحكي عن مرض السكري خصوصا عند الشباب، قديش فعليا النظام الغذائي بياثر بشكل كثير كبير؟ المشكله في معلومات طبعاً. في ثقافه عامه، بس ما في التزام، واحيانا في تناقل المعلومه مغلوطه. يعني نحن بنلاقي مثلا انه لازم يعمل حميه يخفف سكر، بتلاقي لا ما كثير ملتزم فيها، بيلتزم فيها شهر الشهر الثاني لا، فبتعمل اثار جانبيه نوعا ما. صح. هلا حكينا الحلقه الماضيه على السكري النوع الثاني، الحلول تبعه نوعا ما. اذا بدي ركز اليوم على السكري النوع الاول، وكل عالم تعرف انه هو مرض مناعي، مشكلته الانسولين مع مين فرز من الهي، حتى ما يتداركنا الوقت ويسمع المريض السكري النوع الاول. اولا هذا المرض كل الاطباء بيقولوا له انت لا تشفى منه، يعني عرفتي كيف علي؟ هلا في شغله نحكي حكي واقعي تماما، الفكره بده يضل معتمد على الانسولين لفترات طويله من حياته لانه ما في عاد الانسولين البديل. هلا الفكره حاليا بالابحاث العلميه الجديده عم يعملوا هلا تحليل، هو تحليل ليعرفوا قديش كفاءه البنكرياس جزر لانجرهانس اللي شغال البقيانه بالبنكرياس. فاذا كانت عندك وظائف البنكرياس عندك اياها ما تبقى منها 5% لسه فعاليتها، عم يصيروا في بعض الدراسات والابحاث العلميه اللي برا عم يحاولوا انهم ينشطوا الخلايا الجذعيه بما تبقى من فعاليه هي جزر لانجرهانس. هلا انا هنا برجع بقول كخصائيا التغذيه ما فينا نفوت بتفاصيل هذا الحكي، لكن في امل وفي علاج وباذن الله. فاول خطوه
قهوه لازم يعملوها الاهل لا مريض نوع السكر، ان كان طفل ولا كان شاب العمر او هي، انه يعرف انه كل شيء له حل تماما. هي نقطه. اول شيء يتجه يعمل فحص وظائف البنكرياس، قديش كيف وظائف الكليه، قديش بقيان منها عم يشتغل حتى صنفها باي مرحله. هلا في حال في عنده قسم معين لسه شغال بيقدروا ينشطوا الخلايا الجذعيه بهالمناطق هي. النقطه الثانيه اهم شيء لمريض السكري النوع الاول انه ما يصير عنده يا تهيج مناعي، لانه اذا تهيج المناعه عندنا يا حنضطر لانسولين بنسبه عاليه اكثر. هي النقطه هي كلياتها بتعمل له مشاكل صحيه على المدى البعيد. انا نجاحي مع مريضي السكري النوع الاول اذا انا عرفت خفف له جرعه الانسولين، وحيث خليه ما يحتاج لنسبه انسولين عاليه، بغض النظر انها عم تطلع من جسمه ولا عم تجي من برا، انا معدل الانسولين اللي عم يدخل جسمه يكون كميته قليله، وانا ساعد الغدد الاخرى عندك على افراز حتى تحمل العبء تبع السكري تبع البنكرياس، انا في عندي فيني نشط كبد، فيني نشط الغدد اللعابيه، هي كلها ما بتخليني انا احتاج لنسب انسولين عاليه. لكن الفكره اللي منوع فيها انه مرضى الشبابي انه هن النحفه يعني غالبا ما بيكونوا كثير عندهم الكتله تبع الجسم تبعهم منخفضه، وحبيات الخفض السكر كمان بتاكلهم من نسبه الدهون تبعهم والقصص هي، وهون بقى كمان ننتبه انه نحافظ على الكتله العضليه تبعهم. هاي الامور هي كلياتها النجاح برجع بقول مع مريض السكري النوع الاول، نفحص بنكرياسنا، نعرف شلون نحاول انه نخفف العبء على هذا البنكرياس، نحافظ على نظام الجهاز المناعي حتى اذا شغلنا شيء قسم منه ما يصير ترجع المناعه تاكل اللي انا اشتغلت عليه. الفكره الثانيه يضل يتابع، لانه هاي الابحاث عم تتطور، لكن نحن صايرين بغض النظر اي انسان تعطيه انه مفتاح، مو انه مفتاح، انه تقولي له انه انت ما بتشفى، ما بيعود بيلاحق حاله، يعني ما بيعود بيلاحق الامور، وهذا كثير اكبر غلط الواحد يقول له انه مريض السكري النوع الاول لا يشفى. هي النقاط المهمه. نيجي على عامل الغذاء، شلون بدنا ننشط الغدد اللعابيه حتى نخفف نسبه الانسولين وهالامور هي. اهم شيء لمريض السكري النوع الاول يعلك العلكه عندك اياها قبل ما ياخذ الابره تبع الانسولين عندك اياها فورا، من تصير اذا بده يحتاج 20 وحده مثلا بصير بيحتاج 15 وحده. الغدد اللعابيه بتخلي الجسم ما يطلب عندك اياها، اولا بتفكك السكريات بالهي وبتمنع الامتصاص العالي للسكريات داخل منطقه الاثني عشر. في كمان عندي اياها تنشيط العصاره الكبديه، في مادتين عندي اياهم انا كثير بلاقيهم رائعين مع مريض السكر النوع الاول، هي البان الذكر. بان الذكر عنده يعني مثل ما بيقول بيضرب عصفورين بحجر واحد. شلون يعني هذا الحكي؟ بان الذكر اولا نشط العصارة الكبدية فبتحمل عبء عن غدة البنكرياس. النقطة الثانية جماليته البان الذكر بيعمل تنظيم مناعي، ما بيخلي الكريات اللي هي عم تهاجم الجزر لانجرهانس. دكتورة شو هو البان الذكر؟ هذا مادة نباتية معروفة مثل البخور. هلا هي في انواع منها تستخدم بالهي، لكن في انواع منها تستخدم غذاء. طيب وهي مضاد اكسده تماما، يعني نحن عم نشوف معلومات كثيره على الانترنت والسوشيال ميديا عن بان الذكر، ولكن لما بنروح على الحريقه على الحماديه عفوا بيعطوك اياها نخب تعرفين إيه شو لازم نحن ناخذها؟ ناخذها جودتها نوعها اول، كيف لازم تتاخذ؟ ايوه بتنطحن، في ناس فيها بيعبوها بكبس لانه هي شديده المرار، في ناس بيقدروا يعلكوها تماما، جماليه مراره هو اللي بيعمل فيها العلاج اساسا. هي منين بيجي العلاج الساحر؟ لانه هي فيها مركبات نباتيه تشبه مفعول الكورتيزون لكنها ما لها كورتيزون. هلا الكورتيزون يصنف كدوائيا مثبط مناعه، وانا بدي تثبيط مناعه لكن مو بدي اقتل المناعه. هذا المشكلة مع الأمراض المناعية، أنا بدي نظم مناعة، بدي المناعة تهاجم جرثومة، مو تهاجم خلية بجسمي سليمة. فهذا مدمر للشيء هذا. وهي الأمراض المناعية مثلا إذا هاجمت خلايا عصبية بتعمل ممكن تصلب لويحي، هاجمت زغابة معدة بتعمل سوء امتصاص. الأمراض المناعية مو سبب العضو المتضرر فيها، الأمراض المناعية سبب جهاز مناعي. غالبا الطب التقليدي بيقول لك سبب مناعي مجهول السبب، ومعظم الأمراض المناعية استعداد وراثي عامل نفسي. يعني انا المناعه وقت التوتر والستريس بيظهر او الخوف او الرعبه او صدمه نفسيه او اي صدمه بتعمل شوك بالجهاز المناعي، فبتصير الخلايا المناعيه بتهاجم جسم الانسان بحد ذاته فبتدمره من حد ذاته. فهي القصص، هي الماده هي منظمه مناعه، لا بتخلي تثبيط مناعي مثل الكورتيزون، وبنفس الوقت ما بتخلي عندي المناعه تروح تهاجم خلايا جسم. هون بنجح بقى اذا بدي نشط قسم معين من البنكرياس.
النقطة الثانية، المادة المهمة غير العلك تبع، حتى في مادة البان الذكر ممكن إني أنا أعلكها، بس هي شديدة المرارة وعلى أطفال يعني بالنسبة لنا هالأمور هي. النقطة الثالثة اللي بيهمني أمرها، عندي مادة زيت الزيتون تتاخذ قبل كل وجبة، خاصة عندي إياها لمريض السكري، هي بتحفز بتعصر الجزر الشغالة بالبنكرياس. فهي الوصفتين هدول رائعات لهالاشياء لهذا الشيء. والنقطة الثانية بنتمنى إن شاء الله يكون في صحة وعافية وتبقى بعض الخلايا شغالة، وهي هي مفتاح النجاح بهالعملية. يمكن معلومات عم نتعرف عليها كثير مهمة معك دكتورة صواب. خلينا نحكي يمكن لكل الأهالي اللي عم يتابعونا، مثل ما قلنا يمكن مرض السكري هو مرض دائم، بس يعني فينا نحافظ على توازن الجسم وما له آثار سلبية طول ما أنت ملتزمة بالدواء، بس خصوصا عند الأطفال يمكن مثل ما قلتي مثلا عم نحكي عن كثير من المواد ما بيقدروا الأهالي يتعاملوا مع الأطفال خلال هيدا الموضوع، شو الحلول البديلة؟ مثل ما قلنا فينا نحطهم بكبسول ونخليهم نطحنهم، فينا نخلطهم مع علكة مسك، أي مسكة عادية الأولاد بيحبوها ممكن يضيع المرار فيها، فينا نعمل هلا زيت الزيتون ممكن نحطه مع الزعتر للولد، بس ما يكون معه خبزة يعني ما بناخذه مع شيء مش لحاله طبعاً. بس أنا ما بدي يكون في الوجبات يكون واقعي، ليش أنا بقول كل إنسان له كتالوجه له طريقة تعامله تختلف صح، فهذا حسب شطارة الأهل الأم فهمها بتعرف هذا الولد بيحب هالأكلة فيني دخلها يعني دون ما يحس، والطفل يعني بحد ذاته يعني انت بالشغلات الزعتر فينا نرش مادة اللي بدنا اياها دون ما قال له ماما انا بدي اعطيك دواء، لانه بكفي يكفي ألما هذا الولد بياخذ تقريبا 4-5 ابر باليوم يعني، وبشوف رفقاته سويين وما بيلاقي حاله الا هبط سكر واخذوه اسعاف، فهي الامور هي كلياتها انا بقدر معاناة مريض السكر النوع الاول، فهي خاصة اذا كان طفل وخاصة معاناة الأهل، يعني هي مو شيء سهل، بس كمان بإذن الله تعالى ما الله ما وضع داء إلا وضع معه شفاء، وأبدا أنا ضد فكرة إنه ما له شفاء ما له شفاء صحيح. الله يحمي كل الأولاد يا رب وكل مريض يا رب. دكتورة بالختام بيقولوا لنا تعدد الوجبات لازم لمريض السكري، هل أنت مع أو لا؟ السكريين كم حبة لازم ناخذها بالنهار؟ الخبز نبتعد كليا عن الخبز الابيض لكل مرضى السكري، هي ثلاث معلومات خلينا نختم فيها. هلا انا ضد الوجبات المتعدده، انا مع الصيام المتقطع لمريض السكري، حكينا عنها الحلقه الماضيه مشان ما نطول على الهي وشجعتي على انا الصيام المتقطع جدا. النقطه الثانيه السكريين انا مو معجبه فيه، لانه جزيء ضخم بترسب بالكلاوي، وانا على فكره بعد فتره معينه بيعمل نفس مفعول السكر بالجسم على المدى البعيد اذا تحفز عندك اياها تاثيره على خلايا تحت الدماغ. الشغله الثالثه قلت لي السؤال شو الثالث؟ انه نحن حكينا عن الخبز. الخبز الخبز انا بحد ذاتي انا بحسه ماده سامه للجسم، ان كان اسمر ولا اشقر ولا شوفان ولا هي نحن مشكلتنا ثقافه تجي تقولي لشعب صلوا من 1900 ما قبل التاريخ بيستخدم الخبز، تقولي له انك تقيمي من هذا الحكي، لكن كل افات الكولون تبعنا كل افات الامراض المناعيه من وراء الخبز. هلا انا اللي بقوله انه اذا انت بتستهلك يومي اسبوعيا مثلا ربطه خبز كجسمك انت حاول تساويها نص، اذا انت بتستهلك عندك يا ثلاث خبز اسبوعيا في من مثلاً. انا بيستخدم باليوم في رجال طبعا اذا في عندك يا نعم، انا عم بحكي كسبيل على سبيل المثال، انا ما بقدر اقول اقطعه فورا، لكن انا مالي ابدا اشجع الخبز، الخبز سبب البطن سبب الامراض المناعيه سبب الكولون، مو لاني انا ضد القمح والامور هي كلياتها، الجلوتينات هي المواد اللي هي المشكله فيه، انا كمان مو ضد يعني مو قصه، وحتى مع الكربوهيدرات عندي اياها ناخذها بفهم بحيث انه بعد اي لقمه خبز عجين فطاير هالامور ياخذ الانسان معلقه خل، قلنا معلقه الخل كثير رائعه بتقلل امتصاص الجلوكوز بالاثنين عشر بتخفف العبء السمي لهي المواد العجينيه والقصص هي بعدها مباشره يعني بعد بشي 5 دقائق 10 دقائق يعني تكون موجوده معه تلي يعني كيف نحن بنشرب شاي اخضر بعد وجبه عندي اياها دسمه او هالامور هي،
كثير بيلاقي حاله هضم اكثر بشكل كثير منطقي. وانا اذا بدي استفيض بهالامور اكيد رح نفوت بالوقت الاخبار، بس يعني انا اللي الفكره الاساسيه ثلاث اشياء بكره بيعرفوا على المدى البعيد، اذا واحد قطع من حياته بيلاقي حاله فرق. والسكر الابيض، لكن السكر الابيض الصح قطعه تدريجيا حتى ما يتاثر تركيز الدماغ. تمام؟ دائما يمكن معك معلومات مهمه ومفيده نتعرف عليها دكتوره التغذيه الدكتوره صواب الغبره، بنتشكرك. مثل ما قلتي ما في مرض ما له علاج، بنتمنى بالقريب العاجل يكون في علاج لمرض السكري. شكرا كثير يا اهلا وسهلا فيكم يا دكتوره صواب الغبره، شكرا كثير لك، واكيد نحن مبسوطين بوجودك معنا. شكرا كثير، يسعد صباحك.